الرابع عشر من أكتوبر، في مثل هذا اليوم من عام 222، مقتل البابا كاليستوس الأول على يد من يصفون بالغوغاء في روما. وفي عام 1812 في مثل هذا اليوم، بدء العمل في قناة ريجينت في لندن. في عام 1840 في ذات اليوم، الأمير اللبناني بشير الثاني الشهابي يسلم نفسه للجيش البريطاني الذي قام بنفيه بعد ذلك إلى مالطا. في عام 1884 في مثل هذا اليوم، المخترع الأمريكي جورج إيستمان يتلقى براءة اختراع شريط الأفلام الفوتوغرافية. وفي عام 1918 في مثل هذا اليوم، الدولة العثمانية تعلن استسلامها في الحرب العالمية الأولى. في عام 1925 في مثل هذا اليوم، اندلاع انتفاضة مناهضة للاحتلال الفرنسي على سوريا في العاصمة السورية دمشق. وفي عام 1927 في ذات اليوم، اكتشاف أول حقل نفطي في كركوك في العراق. وفي عام 1937 في مثل هذا اليوم، حكومة المملكة المتحدة ترسم الحدود بين سوريا وفلسطين. وفي عام 1963 في مثل هذا اليوم، اندلاع ثورة الرابع عشر من أكتوبر في اليمن الجنوبي انطلاقا من جبال ردفان ضد الاستعمار البريطاني.